محطات قطارات شبه فارغة. سائق قطارات 16 شركة مشغلة للرحلات في إنجلترا في إضراب شل حركة السكك الحديدية بين المدن ليزيد من معاناة الركاب، ومنهم هذا الشاب إليوت الذي وجد نفسه عالقا في لندن بعد وصوله من أمريكا دون أي عناء. لقد كنت في عجالة للسفر إلى ليفربول حتى أتمكن من مشاهدة مباراة فريق إيفرتون الذي أتابعه من أمريكا منذ بضع سنوات أمام برايتون. أشعر بالحزن، ولكن ماذا يمكنك أن تفعل؟ ملايين الركاب تفادوا السفر في يوم الإضراب بناء على نصائح شركات القطارات، لكن بعضهم كان يأمل أن تكون أدنى خدمات القطارات متوفرة كدومينيك الذي انصدم بحجم الإضراب ليضطر إلى البحث عن وسيلة وصوله إلى وجهته في مانشستر. الوضع فوضوي حقاً. لقد تمكنت من إيجاد مجموعة من الأشخاص أتشارك معهم في سيارة أجرة للذهاب إلى مانشستر. إنه صداع كبير كلفني أموالاً إضافية. نقابة المضربين تصر على ضرورة تحسين ظروف العمل ورفع الرواتب التي ظلت على حالها منذ 4 سنوات في وقت زادت تكلفة المعيشة والتضخم، فيما لم تعقد أي اجتماعات بين النقابة والحكومة والشركات التي تدير رحلات القطارات منذ أبريل الماضي. نحن منفتحون على المفاوضات، لكننا نرفض الخداع ولا نقبل بصفقة مشبوهة. عليهم التفاوض معنا لإيجاد حل إذا كانوا مخلصين فعلا. بعض شركات القطارات جدولت رحلات محدودة، والطلب عليها كان كبيرا لمن أصروا على مغامرة السفر. إن كان إضراب سائق القطارات هذا تزامن عمدا مع انطلاق مؤتمر حزب المحافظين السنوي في مانشستر، فإن إضراباً آخر مجدول في يوم الأربعاء في ختام المؤتمر في رسالة واضحة للحكومة، والذي يصادف أيضاً إضراب العاملين في مترو أنفاق لندن في أسبوع مضطرب سيشل حركة التنقل. مصطفى زارو، الحدث، لندن. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.